بحب برضو نفكر حضراتكم ان احنا لغايه دلوقتي لعبنا 3 ماتشات في مرحله المجموعات، اتعادلنا اول ماتش مع النيجر بدون اهداف في مباراه شهدت لو تفتكروا حضراتكم 3 فرص في العارضه، بعدها حققنا فوز غالي جدا على منتخب مالي وهو منتخب قوي بالمناسبه بهدف ابراهيم عادل، ثم فوز بعديه على الجابون بهدفين محمود صابر واسامه فيصل عشان نتاهل كاول المجموعه لمواجهه منتخب غينيا اللي تاهل بدوره كتاني المجموعه خلف المغرب برصيد 4 نقاط. على الورق يعني المرشحين الثلاثة الأبرز والأقوى هم المغرب ومصر ومالي، لكن لازم ناخد بالنا ولازم نحذر جدا من أي سيناريو ممكن يستجد في أي لحظة، لأن كده كده المنافس الغيني وبطبيعة الحال هو كمان عنده حلم التأهل للأولمبياد وده حلم مشروع عند أي منافس لينا، إحنا عندنا حوافز ودوافع هم كمان عندهم نفس القدر من الحوافز والدوافع. أكيد بنتمنى كل التوفيق لمستر روجيرو وميكايلي وجهازه الفني وإن شاء الله نحتفل كلنا النهاردة بتأهل مصر لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بإذن الله، تبقى حلوة. بص أكيد هتبقى مفاجأة حلوة طب. خلينا نقول هتبقى مفاجأة طبعا حلوة جدا. أنا كمان عايزة أركز قبل ما نقفل الملف ده يا كريم شوية، عايزة أتكلم عن تصريحات ميكالي طبعا المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لأنه كان عنده يعني كم تصريح لفت نظر الجميع طبعا في المؤتمر الصحفي للكاف اللي كان امبارح. هو قال كده أو اتكلم بطريقة فيها إصرار وفيها حماس، قال إحنا بنأمل لمواصلة العبور والصعود لأولمبياد والتأهل لنهائي الإفريقي، وكمان مباراة غينيا اتكلم عنها قال لك هتكون صعبة جدا خصوصا بعد ما أصبحنا 4 منتخبات بس في البطولة والفترة وجيزة جدا عشان تجهز، وده اللي أنا لسه كنت بتكلم فيه من شوية صغيرين، لكن إحنا بنتطلع لعمل كل شيء. وقال كمان سلاحنا الروح المصرية القتالية في المواجهات الكبرى، دايما بتربح وبتكسب بتبهر الجميع، واثق في لاعبتنا الابطال وقدرتهم على اجتياز المهمه، وفي الوقت نفسه كمان بتحترم او بنحترم منتخب غينيا طبعا لانه فريق قوي جدا وفريق بالمناسبه عنيد جدا، عنده مجموعه كمان او سكواد رائع جدا من اللاعبين كمان المتميزين، فعشان كده احنا كنا دايما نقول غينيا هتبقى مش ازمه ولكن يعني بالظبط ان شاء الله حالفنا الحظ والتوفيق. وهو كمان كان اضاف عشان ما انساش كلامه، هو قال كلام الايجابي اللي جاي ودي نقطه مهمه من مصر هيرفع معنوياتنا واحلام الجماهير كمان في فكره هنا تكون شكل من اشكال الضغوط الايجابيه. برضو انا وكريم كنا لسه بنتكلم انا وانت في النقطه دي، ازاي ممكن يكون في دعم معنوي بشكل ان انا ادي ثقه للمنتخب الاولمبي، وان كان حتى التاريخ مع المنتخب الاولمبي مع الاجيال السابقه ما كانتش الافضل، ما كانتش النتائج الافضل تماما، ولكن مش ده معناه ان انا كل جيل هيجي لي كل بطوله هيشارك فيها المنتخب الاولمبي ان انا احبطه، انا لازم ادي ثقه ولازم يبقى فيه زي ما اتقال كده ضغوطات ايجابيه. الهدف اكيد هيكون الفوز ولا شيء اكيد غيره. وكمان قال لاعبتنا في حاله تركيز تام، واضاف عندنا 4 لاعبين من منتخب مصر في تشكيل افريقيا المثالي بدور المجموعات، وهو طبعا يعتبر انتصار لكل افراد المنتخب واستحقاق لكل اللاعبين اللي منحوا زملائهم الأربعة فرصة التواجد في التشكيل المثالي من خلال يعني تهيئة الأجواء الإيجابية ليهم. فهنشوف هننتظر هيبان بالتوفيق. غينيا تاني هنرجع نقول منافس قوي، منافس عنيد جدا أكيد. ومباراة أنا شخصيا قلقانة منها شوية، يعني لا أنا خفت مع النيجر، قلقت شوية مع مالي، الجابون ما كنتش قلقانة خالص، لكن غينيا بصراحة أنا من الناس اللي عندي شوية قلق، لكن ربنا يوفق المنتخب الأولمبي وده بمثابة تحدي كبير ليهم، وأعتقد بقى ما ينفعش إن هم يهدروا هذه الفرصة. عارفه تفصيله الروح المصريه اللي انت اتكلمتي عنها من شويه واللي طبعا جت على لسان المدير الفني للمنتخب، هي دي بقى المحك، هي دي الفيصل، وبالمناسبه هي دي اللي بتخلي الجماهير اما راضيه او غضبانه. كنت انت بتتكلمي من شويه على فكره ان في مباريات بيتقال عليها وده وعباره استجدت في حياتنا الكرويه مؤخرا تكسب ولا تلعب، لا احنا بالنسبه لنا ودي من ضمن تفاصيل حته تلعب، يعني تلعب دي معناها ان ايه لازم نروق. وبعدين لما يكون الكلام كمان عن المنتخب الوضع بياخد بعد تاني خالص غير لما يكون الكلام على فريق، فكره الروح لما بتكون حاضره فعلا بتعمل المستحيل، وده حاجه شفناها مع المنتخب الاول مع المنتخب الشباب ومع المنتخب الاولمبي وشفناها مع النادي الاهلي ومع الفرق المصريه الكبيره، لما بتكون الروح حاضره المستحيل بيتحقق بمنتهى الاريحيه، ودي مفاجاه كبيره يمكن يعني لناس كتير ان هم بيشككوا في تفصيله الروح بالمقارنه بالامكانيات والاستعدادات والتجهيزات الى اخره. الروح لا تقل اهميه باي حال من الاحوال عن بقيه العناصر دي، ده في كتير من الاحيان كانت هي لوحدها كفيله
بان احنا ننتصر في مباريات الطبيعي والمنطق يقول ان احنا استحاله نقرب فيها من مجرد فكره. مش بس مباريات بقى، عايز اقول لك في حروب وفي غيره وغيره وفي ازمات سياسيه وغيره، مبدأ الروح المصريه طبعًا مختلفه طبعًا. حاول بقى تفهم المعادله دي، مش هتفهمها. يعني ملهاش اجابه، زي روح الفانيلا الحمراء بالنسبه لنا احنا كاهلاويه. والله في حاجات ما بيبقاش ليها تفسير، هي كده عارف، لا هي كده. فالروح المصريه دي فعلا بتفرق بشكل كبير جدا. اقل امكانيات، ولو هرجع تاني لمثال الرياضه، اقل امكانيات بتصنع ابطال، اقل امكانيات بجد طبعاً. انت بتيجي تشوف بطل مثلا من امريكا، بطل من روسيا، بطل من فرنسا بيلعب بطل من مصر، طبعاً. هتلاقي الامكانيات هنا تفوق بكتير بكتير طبعاً. بس في تنافسيه، وممكن يكون في فوز كمان لصالح البطل المصري. ف هل ده تلقى نفس الاهتمام، تلقى نفس الدعم، تلقى نفس الصرف المادي وغيره؟ اطلاقا يمكن الربع. وساعات هي دي الروح الربع المصريه وحصلت يعني. وشفناها كتير في رياضات كمال الاجسام بصفه خاصه لو تفتكري الولد اللي كان في المصنع ده، ده واحد من ناس كتير يعني. في اللعيبه الاجانب وبالذات في الرياضات اللي بتستدعي او بتحتاج تغذيه ومكملات غذائيه الى اخره، فبنتكلم على فرق امكانيات كبير جدا طبعًا. بين كتير من لاعبتنا وبين لعيبه الدول الاخرى لاعتبارات كتير، لكن تلاقي اللعيب بتاعنا من قدره الفول حقق بسم الله ما شاء الله نجاح واصبح وتحول الى حديث العالم كله. عندنا ابطال كتير في ازمنه مختلفه بتاكد على هذا الكلام.